السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف دو سيمستر 2. سي لا بارتي 8 اللي غتكون الابيزود الثالث والاخير ديال ريبريزونطاسيون غرافيك، اللي غنشوف فيها الريبريزونطاسيون غرافيك دين فاريابل كونتيني، يعني ديال واحد الكاركتر اللي هو كونتيتاتيف كونتيني. دونك غنشوفو ريبريزونطاسيون graphique d'une variable continue ou la caractère quantitatif continu. Donc le variable continue ou le caractère quantitatif continu qui te mette le bois de l'âge qui est l'histogramme et histogramme. Donc c'est quoi l'histogramme? Les histogrammes. Donc les histogrammes, comment ce sont des rectangles, Donc les histogrammes se composent de rectangles. De rectangle rectangle dont les amplitudes des classes sont les bases. L'amplitude ou la base de la rectangle de mustatil et les bases et les effectifs ou les fréquences, les effectifs ou les fréquences sont les hauteurs. يعني واحد الهيستوغرام المهم كندير مثلو بحال هكا، كنديرو بزاف سميتو على حساب هذا لا باز ديالو هو لونبليتيد و الارتفاع ديالو هو ليفيكتيف ديال الكلاس كوريسبوندونت. الوغ قلنا لي زيفيكتيف سون لي زوتور دو تيل سورت كو لا سيرفاس دو ريكتانجل surface de rectangle soit proportionnelle à l'effectif correspondant, Moi, m'aide à voir, c'est tout. L'histogramme, tu connais derrière l'histogramme, c'est un ordre de bel. Il y a juste le halet. Il y a un adnan amplitude égale. Ou amplitude inégale. Donc, je vous donne cas. Je vous donne cas. Cas amplitude égale. Il n'y a jamais les classes qui ont l'amplitude. Qu'est-ce que c'est l'amplitude? L'amplitude carambolique AI. L'amplitude ou le burn inférieur, le burn supérieur de la classe. N'est-ce pas le burn inférieur à quel cible l'amplitude. On va prendre un exemple à ce que vous. Donc, c'est un exemple. On a la distribution des étudiants en fonction de la note du bac. Donc, on a les notes qui sont 10, 12, 13, 14, 15. L'amplitude. C'est pour l'amplitude. On va les effectifs. Pour la classe, ou je sais. Alors, l'amplitude, on voit le bon supérieur, on a le bon inférieur. 12, on a 10. Juge. 14 ناقص 12 جوج، 16 ناقص 14 جوج، 18 ناقص 16 جوج، 20 ناقص 18 جوج. ها هو لي زومبليتيد كنلاحظو عندهم امبليتيد ايكال، يعني عن عادي عادي سميتو غنبريزونتيو لي زيفيكتيف. دونك كنجي كنرسم ليستوغرام هكا كيكون، هنا كيكونو لي كلاس وهنا كيكون ليفيكتيف ان اي. لي كلاس هما سميتو هو اكس اي.
شوفوا مزيان، راه كنديروا دابا كنبداو من الصفر ياك، هادي 10 هادي 12 هادي 14 هادي 16 هادي 18 هادي 20. شوفوا مزيان، كنجي كنبدا من الاول 10 12، اجي كندير 10 12. ها لاباز، لاباز هو لومبليتيد، الى 10 12 الفرق بيناتهم هو جوج، ها هو لومبليتيد. هو وجي كنجي كنرسم الارتفاع على حساب ليفيكتيف 530، كنجي كنرسم واحد المستطيل على حساب 530، وكنلصقو مع الاخر، حيت الاخر فيه كبادي من 12 14، ها هو لا ميم شوز 12 14، وكنرسم ليه ليفيكتيف ديالو 250، ثاني 14 16، ها هو ليفيكتيف ديالو 150، ثاني 16 18 ليفيكتيف ديالو 100، 16 18 100، واخر حاجه 18 20 ليفيكتيف ديالو 20. هكا كنديرو كيكونوا مراسمين، هذا هو لي ستوغرام. دابا نشوفوا الكا الاخرى، الا كان كا امبليتود انيغال كا 2، هذه اللي خصكم تردوها مع البال، لامبليتود انيغال كا ديال امبليتود انيغال، يعني كلاس ما عندوش نفس الامبليتود. ناخذ اكزامبل، ها هو عندنا نفس سميتو لي زيتيديون لي نوت. شوفو مزيان، نجي نحسبو لومبليتيد، نفس ليكزومبل، ها 1.5 1.5، هذا 15 ناقص 13 جوج، 17 ناقص 15 جوج، 20 ناقص 17 3، ماشي نفس لومبليتيد، لومبليتيد مختلف، يعني اومبليتيد نيكال. شنو عندي دون سوكا؟ الوغ إلي نيسيسيغ دو كوريجي لي زيفيكتيف، كنكوريجيو هاد لي زيفيكتيف، كنحسبو واحد الحاجة كتسمى إن إي كوريجي، اللي هي ليفيكتيف ديال الكلاس على لومبليتيد ديالو، وكنضرب ان اللي هو لومبليتيد نورمال. لومبليتيد نورمال هو داك لومبليتيد اللي كيتعاود بزاف، كما كنلاحظوا ان 1.5 كتعاود جوج المرات، حتى جوج كتعاود جوج المرات، هنا ناخذوا الصغير فيهم 1.5 ونكوريجي ليفيكتيف. الوغ غنحسب ان اي كوريجي بور شاك سميتو، يعني غنزيد واحد الخانه في الطابلو، ها هي نفس الطابلو ان اي كوريجي، يعني بالنسبه للكلاس الاول ناخذ 450 مقسوم على لومبليتيد 1.5 ونضرب في 1.5 هي 450. الكلاس الثاني ناخذ 240 نقسم على 1.5 ونضرب في 1.5 ها هي 240. الكلاس الثالث نشد 170 نقسم على 2 ونضرب في لومبليتيد نورمال 1.5 عطاتني 127.5. حتى لاحظوا ان تبدلت، هنا نشد 120 نقسم على 2 ونضرب في 1.5 عطات لي 90، هذا هو ليفيكتيف الصحيح. 80 مقسوم على 3 نضرب في 1.5 تخرج لي 40. دابا غنمثل هادو اللي غيتمثلو، كوك شتو غيتمثلو هادو، وكنجي كنمثل، يعني شوفو كنمثل ليفيكتيف كوريجي بالنسبة للول 10 11.5 نفس الطريقة اللي درنا، هيا 450 بالنسبة ل 11.5 13 240، هيا بالنسبة ل 13 15 127.5 هي كتمثل، بالنسبة ل 15 17 90 15 17 90، وبالنسبة ل 17 20 40 هي. المهم هادشي اللي كاين، سالينا هاد لابارتي ديال ريبريزونطاسيون غرافيك، هادشي اللي فيها. جيسبيغ انكم استفدتم من هاد ليكسبليكاسيون، شكرا للمتابعة ديالكم، الى اللقاء حتى لابارتي الجاية ان شاء الله.